في مديرية ربيع العاب الجيش، وبالنسخة الثالثة بطولة ماراثون الجيش طريق يا حسين بمشاركة قيادات الأسلحة والمديريات وقيادات العمليات. والحقيقة اليوم أبرزت النتائج، وهناك أرقام قياسية جديدة دخلت ضمن موسوعة مديرية ربيع العاب الجيش، وبمشاركة فعالة من جميع وحدات الجيش. هذا يعطي انطباعا مدى أهمية الربيني والممارسة والاهتمام القادم في هذا الجانب.